هذه مشاهدينا ملخص لدور 16، لكن الحديث أكثر عن هذا الدور من مسابقة كأس جلالة الملك لكرة القدم. معنا في الاستوديو محلل قناة البحرين الرياضية الكابتن خالد جاسم النصف. يا مرحبا فيك في الملعب. يا مرحبا فيك أختي مريم، وأنا سعيد تواجد معاكم في هالبرنامج المميز. احنا أسعد. ليطرح القضايا بكل صراحة بين قوسين بكل شفافية، وهذه الشغلة اللي أنا أحبها وأتمناها. حلو. واللي دائما أنشدها. اليوم بنتكلم بصراحة، وفي البداية بنتكلم عن دور 16، تقييمك لمستوى البطولة حتى الآن. وبكل أمانة بحكم أن أنا كنت لاعب سابق وحصل لي الشرف أن أحمل كأس جلالة الملك 3 مرات. نعم. مرتين مع نادي الرفاع الشرقي ومرة مع نادي النجمة في آخر موسم لي. بكل أمانة مسابقات كأس جلالة الملك أو مسابقات الكؤوس لا تخضع للمقاييس، ودائما ما تكون النتائج عكس التوقعات، وهذا اللي يمكن شفناها اليوم. يعني نبتدي بما انتهى له المسابقه دور 16، يمكن مباراه الرفاع والنجمه كانت ان يعني تعصف في بالرفاع لولا ان هدف التعادل في اخر الدقائق. نعم. فدائما ما تكون مباراه الكؤوس لا تخضع للمقاييس ولا تخضع للمستويات. فشفنا مثلا في بعض المرات مثلا نادي الشباب احرز كاس الملك مره واحده، ونادي الملكيه وصل المباراه الاخيره امام نادي الوحده وخسرها. فاعتقد يمكن هذه النتائج تؤكد ان كاس الملك او مباراه الكؤوس لا تخضع لاي حسبه. يمكن المستويات ما كانت ذيك المستويات اللي الواحد يعني يتاملها عطفا على مستوى الكره البحرينيه والدوري في المواسم الاخيره. فشفنا مستويات يمكن متذبذبه، بعض الانديه الكبيره اصحاب الاسماء الرنانه ما شفنا تطلع من المستوى المأمول واللي يطمح للجماهير، وايضا الجهاز الفني واللاعبين بنفسهم هم يعترفون بذي المشكله. يمكن يعني لي بعض الجلسات او بعض الحديث مع بعض اللاعبين في انديه كبيره ما زلت، فهم لحد الان او في يعني يعترفون بنزول المستوى بشكل عام للانديه البحرينيه في المواسم الاخيره. صحيح. يعني بس احنا يعني تابعنا وتعودنا بان فرق الدرجه الاولى دائما ما تتخطى فرق الدرجه الثانيه في هذه المسابقات، هل يعني هذه يبين لنا الفرق الكبير في المستوى؟ ما اعتقد الان يعني في فرق كبير في المستوى بحكم ان المستويات تقلصت. بعطيك مثلا مباراه المحرق مع قلالي، يعني مثلا لو تكلمنا ومع احترام لنادي قلالي والجهاز الفني بقياده موسى مبارك اللاعب الشرقي السابق، لو تكلمنا عن المباراه قبل 5 أو 6 مواسم بنقول ان المحرق راح يفوز بنتيجه عريضه، لكن الفوز المحرق بنتيجه تعتبر يعني 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 جيده لنادي قلالي، واعتراف المدرب موسى مبارك قال احنا اكتسبنا من هذه المباراه يعني دفعه معنويه وخبرات لما تبقى من الموسم الدرجه الثانيه. نعم. فاعتقد المستويات بدات تتقلص بين الدرجه الاولى والدرجه الثانيه. نعم. نعم. لو نتكلم بالتحديد عن المنامه الان بقياده طبعا وطنيه يواصل كسب الرهان عبر من بوابة البحرين، فوز جاء في الثواني الأخيرة، يعني لو نقدر نقول بأن هل المنامة بدأ يتشكل عنها هوية البطل؟ المنامة يمكن أحسنوا في أمور يعني الإبقاء على الجهاز الفني، يعني يمكن الكابتن خالد تاج. نعم. يعني استلم زمام نادي المنامة في الموسم الماضي وكمل معهم ذي الموسم، أساس أنه جميع افكاره تطبق من قبل اللاعبين يقدر يضع بصمته على اداء نادي المنامه، وهذا شفناه في هذا الموسم. نادي المنامه الان في منافسه في دوري الدرجه الاولى. نعم. خلف نادي المحرق بنقطه واحده. فاعتقد نادي المنامه يعني ظهر بمستوى افضل من الموسم الماضي. نعم. فوز على نادي البحرين صحيح بشق الانفس، يمكن شفنا بعض اللقطات الان يمكن خاطئ من حارس نادي البحرين. نعم. نادي البحرين في المراكز الاخيره، لكن مثل ما قلت لك بدا يعني قدر انه يظهر بمستوى امام نادي المنامه، وصعب مهمه نادي المنامه، لكن الخبرات وفرق يعني القدرات الفرديه للاعبين نادي المنامه. نعم. رجح نادي المنامه في الفوز على نادي البحرين. حلو. اكيد لازم نتكلم عن مباراه الرفاع والنجمه، ولكن في البدايه كاميرا البرنامج كانت متواجده في المباراه ورصدت لنا لقاء مثير مع مدرب فريق الحد الكابتن عيسى السعدون. خلينا نشوف هذا اللقاء ونرجع نعلق عليه. خلاص واقع ذي الاتحاد يعني قرر ان احنا نلعب ذي التاريخ، وما نقدر نقول شيء، لكن انا بالنسبه لي انا كمدرب لحد الان انا متمسك بقراري اللي قلته، يعني مثل ما سمعت انا ان المنتخب يعني ما راح يضر معسكر حق البطوله العسكريه على ما اعتقد انا اللي سمعته. يعني صار
صار حق كاس الملك تجديم كاس الملك، ولكن الحين اللي سمعناه ان احنا ما راح يطلعون حق معسكر، يعني راح يتاخر اعداد المنتخب وراح يتم في البحرين، يعني اعداد، يعني احنا خسرنا كاس الملك في توقيت حتى اليوم. يعني انا بصراحه يعني الناس اللي مشرفه على الملعب تشوف الملعب صيانه شهر، تشوف الملعب، انا مدرب خليهم يشوفون الملعب، ملعب مو مقصوص مخطط وملعب مو مقصوص، كاس ملك، كرة كاس ملك، سمحوا لنا نتكلم هاللون. يمكن يقولون عيسى سعدون وايد فترة الأخيرة، تعالوا تشوفوا الملعب، تشوفوا الملعب مصوفر، وين صيانة شهر والله شهر ونص احنا في الملعب، وين؟ هل اختار عيسى سعدون الأسماء التي يريدها في انتقالات الشتاء؟ لا طبعا احنا انتقالات شتوية ما عندنا، ما راح نغير لاعبين الأجانب، راح نثبت على اللاعبين الأجانب، إن كان في كان في لاعبين يعني لاعبين بحرينيين إن شاء الله مواطنين راح نسد النقص إن شاء الله لو في يعني لو في. إذن الكابتن سعدون عاد لتوجيه أسهم الاتقاد إلى اتحاد الكرة من جديد، رأيك في كلام الكابتن؟ والله أعتقد كلام الكابتن عيسى سعدون كلام صحيح. إحنا عندنا بصراحة بكل أمان نتكلم بكل صراحة، عندنا مشكلة إدارية في البحرين لكل ما يمت بصلة لكرة القدم سواء في الأندية أو في الاتحاد البحرين كرة القدم، ولا يزعلون الإخوان إذا انتقدنا، نحن ننتقد عمل وليس ننتقد شخوص، شخوص على عين وراس نحن نحترمهم كلهم، لكن كعمل في قصور جدا واضح من مواسم سابقة. نعم. إحنا ما نقدر نقول نشيل فلان ونحط فلان أساس نصلح الحال في كرة القدم البحرينية، إحنا نفتقد الأرض الخصبة والقاعدة الصلبة لكرة القدم في البحرين. فأعتقد يمكن هذه الأمور اللي تتكرر، المشاكل اللي تقعد تتكرر من موسم إلى موسم، والمشاكل اللي في كل برنامج رياضي من سنتين برنامج واحنا نطحن يا مريم في نفس المشاكل، ومشاكل بدائية للأسف ما قاعد تحل. يعني مثلا هذا كلام كابتن عيسى سعدون بالنسبة لتجديم كأس الملك وعدم خروج منتخب العسكري للمعسكر، أرضية الملعب، نرجع للأندية، اختيارات الأندية، الأشخاص اللي تختار، من اللي هي تختار، هل هي مثلا مهيئة اللي هي تختار غير مهيئة بكل أمانة، هذه اختيارات الجمعيات العمومية اللي تدار من قبل مجالس في البحرين، كل نادي يتقود عصبة من أشخاص بكل أمانة هي اللي تسير الأندية وعمل الأندية. هذه المشاكل راح تتكرر يا مريم، برنامج إذا إن شاء الله إذا راح يستمر شوفي هذه المشاكل راح تصدر الناس راح تعيدينها وتعيدينها وتعيدينها. إذا إحنا نعرف المشكلة، الكل يعرف المشكلة، إحنا من بدينا البرنامج لين اليوم استضيف صحفيين محللين وغيره وكلنا نكون كلنا في نفس الصفحة وكلنا عارفين المشاكل، ولكن ما نشوف في حل، ما في حل. شنو الحل؟ بكل أمانة أصحاب القرار، الناس اللي تحت أصحاب القرار، إذا قالوا حق أصحاب القرار كل شيء يا طال عمرك، كل شيء تمام، كل شيء تمام، ما راح نتغير ولا راح تتغير الأمور. لازم يكون في هزة عنيفة لرياضة القدم أو كرة القدم البحرينية، نتكلم عن كرة القدم، باقي الرياضات أنا ما أقدر أتكلم عنها لأنه مو متخصص فيهم، لكن كرة القدم تحتاج هزة عنيفة، تحتاج مثلا محاسبة، المبالغ اللي تدفع للأندية سنويا مبالغ من الدولة، إذا ما كانت في محاسبة أعتقد راح تتكرر المشاكل. نادي عنده ميزانية يصرف على لاعب محترف أو اثنين ويكبد نفس ديون كل موسم، هذا مشكلة إدارية. إفرازات الجمعية العمومية إفرازات خاطئ، شخص كفو أنه يدير نادي أو يدير منظومة في عمل في نادي غير موجود. يعني إحنا طيب لو أنت كنت صاحب قرار شو تسوي علشان تصلح الحال الآن؟ اسمع اللي تحتي، انزل اشوف اروح. مو انت تقول اللي تحتي اصلا قاعدين يجاملوني؟ انزل تحت، انا اروح، انا اروح ازور، اسمع المشاكل، يعني ترى مريم الحين ما في شيء ينخش، يعني وسائل التواصل الاجتماعي تكتب، برنامجكم تتكلم فيه، الصحافه تتكلم فيه، لازم في مبادره، في رده فعل، في تغيير، لان على 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 هذه الحال مريم ما راح نتغير. احنا وصلنا الانديه في البحر، احنا كانديه في البحر ككره قدم بحرينيه ما نطمح ان احنا ننافس دول الخليج او الدول العربيه. مثلا نادي الرفاع الحين تغير وضعه بعد التعاقد مع سمان شريده، لعب نادي العهد مع احترامي حق كره القدم اللبنانيه، غلبنا 4-0 هنا وغلبنا 1-0 في البحرين. نادي الرفاع اللي كانت له هويه ويسمى بسمر الملاعب الان نادي الرفاع
لا يزول عنها الاخوان ولا اداره الاخوان ولا اللي يحب نادي الرفاع. ليس له هويه، نادي المحرق ضاعت هويته، هذا اكبر ناديين اصحاب بطولات في الفتره الاخيره. نادي الاهلي صاحب قاعده جماهيريه وين هويته؟ نادي الرفاع الشرقي اللي انا انتمي له كانت له يوم من الايام هويه، اين هويته؟ ضاعت الهويه. فكره القدم الان صراحه في البحرين تعاني. بما انك يبطاري نادي الرفاع الشرقي وانت شرقاوي، فلازم نتكلم عن مستوى الرفاع الشرقي، هذا التذبذب في الاداء، هذا التراجع في الاداء، يعني فايز عليه الحد باربعه اهداف، مركز الثامن في الدوري، شنو صار في الرفاع الشرقي؟ الشرقي فقد هويته، فقد الرغبه، فقد الثقه، اقصد كلاعبين. يحمل لاعبين نجوم في اكثر من مركز. لكن هذا ما نشوف اثره على ارض الملعب. فريق مستسلم، فريق انهزامي. شفنا في المباراه الاخيره مع نادي الحيل، نادي الحيل كان يعاني في الدوري، لكن قدر نفوز على رفع شقه 4 أهداف مقابل لا شيء. بغض النظر عن الامور اللي حدثت في المباراه، من مثلا اقاويل ان اداره نادي الحيل كان لها سبب في طرد مثلا المدير عبد الرب وجميع الاحداث، اوكي ما اختلفنا، يجوز في احداث مثلا يجوز تسببت في هذه الامور، لكن اين مستوى نادي الرفاع الشرقي؟ كروح، كثقه، كلعب، ما في وايد مشاكل داخليه في الرفاع الشرقي، يعني اخر من المشاكل التصريح مهاجم الشرقي سامي الحسيني، وجود مشاكل بينه وبين المدرب. اعتقد تصريح سامي الحسيني انا كنت تكلمت او سمعت او سالت بعض الاشخاص شنو صحه هذا التصريح او ليش يصرح سامي الحسيني بالتصريح؟ وسمعت ان التصريح كان على سبب ان الجهاز الفني السابق وليس او جهاز الفني الان في بعض المشاكل، وانا تكلمت مع مساعد مدرب الكابتن خالد الدوسري يعني صراحه بكل امانه يعني نعم اسمح لي ابو عبد الله نتكلم بكل امانه بكل شفافيه لان ما في شيء نخش ابو عبد الله نوجه له تحيه نعم استاهل ابو خالد الدوسري، لكن سمعت ان من طرف الكابتن خالد الدوسري او بعض الاشخاص ان الموضوع ما يستدعي انه هو تكون تطور لهذه المرحله. يمكن احنا شفنا سامي الحسيني بعد هذا التصريح يمكن طلع بمستوى او اعتقد يعني مستوى، ولكن احنا نامل منه تكون مستوى افضل بحكم انه هو يمكن صفقه يعني صفقه قياسيه للتعاقد مع سامي الحسيني. سامي الحسيني يمكن لاعب معروف واساسا ترى من فئات نادي الرفاع الشرقي طلع. لكن عموما هذه المشاكل هي تاثر على روح الجماعه على صحيح. على ترابط الفريق وتخلق جو من المشاحنات، جو من التفرقه والسوء التعامل بين الجهاز الفني واللاعبين. هذه الشغله يمكن اللي اثرت في مستوى نادي الرفاع الشرقي، وشفنا انه يمكن يطلع بهالمستوى الهزيل صراحه اللي ما يرتقي لاسم نادي الرفاع الشرقي، واللي يعني كان في رجالات سابقه ولاعبين سابقين كونوا شخصيه وهويه لكيان نادي الرفاع الشرقي. يعني احنا اللي شفناه او بدايه الشراره الاولى هذه المشاكل اللي قاعده تصير داخل النادي في البيت الشرقاوي، لكن الحين المشاكل قاعد تصير بين الرفاع الشرقي والانديه الاخرى. صار في عدد من البيانات يعني طلعت من او اصدرها النادي، شفنا بيان المشكله اللي شفناها مع الزميل معانا في تلفزيون البسام علي. نعم. عدد من المشكلات يعني قاعده تصير في الرفاع الشرقي داخليا وخارجيا. مريم كل ما زادت الهزائم تطلع المشاكل. يعني اتمنى من اداره نادي الرفاع الشرقي ان تحتوي هذه الامور. تصعيد في هذه الفتره هذه ما تصلح الفريق، ما يعني مو في صالح الفريق بحكم الفريق الان في مرحله متاخره في الدوري، مستوى غير مطمئن. يعني انت ضد البيانات اللي تطلع؟ نعم انا راح نرفع قضيه اكيد. اذا لك حق ان انت ممكن يعني تاخذها بطريقه بشكل غير يكون في تشهير، لان هذا التشهير راح يعني يسبب فقدان التركيز للمجموعه للاعبين، يدخل اللاعبين في الدوامه. انت الان محتاج ان انت تحتوي هذه المشاكل. يمكن بعد احنا قرينا تصريح في حساب مثلا حساب نادي الرفاع الشرقي ان يكون في توقيف حق اللاعب او الكابتن مدير عبد الرب. اعتقد في ذي الوقت انت المفروض تكون داري المشكل بشكل افضل. مدير عبد الرب يمكن هو افضل لاعب الان في خط الدفاع نادي الرفاع الشرقي كلاعب كروح، مو بوقته. اذا في مشكله اعتقد في يعني تقدر تاخذ على اكشن غير ان توقف اللاعب، ممكن تخصم عليه مثلا مبلغ مادي عليه، لكن انت الان بحاجه الى التكاتف، الى التعاضد، لحل هذه المشاكل، لاساس ان نادي الرفاع الشرقي يقدر شوي يلتقط انفاسه، يقدر يستعيد نفسه، انه مو هذا مركز الرفاع الشرقي الصراحه. صحيح صحيح، نتكلم عن مباراه الرفاع والنجمه، لكن زميل عمر عبد السميع كان موجود في المباراه وعمل لنا لقاءات بعد انتهاء هذه المباراه، خلينا نشوفها. فريق النجمة قدم مباراة جدا طيبة، مستوى جدا عالي، وما شاء الله مجموعة لاعبين جدا طيبة،
واعتقد ان يمتلكون مدرب له مستقبل واعد ان شاء الله في الكره المحليه. هذه مباراه كؤوس، غلطه ممكن تطلعك من الكاس مثل الدوري، لكن الحمد لله اعتقد بكل صراحه احنا كنا الفريق الافضل، خصوصا قبل ما نحرز الهدف الثاني كنا احنا الفريق الافضل. حارس نصف الفريق، الحمد لله الله وفقني صديت الحمد لله، اهم شيء الفوز يعني. شنو سر الرد وسري مع ركلات الترجيح؟ والله السر غامض يعني شوي، فممكن التركيز اطالع وايد شغلات في اللعب، اطالع جسم اللاعب عين اللاعب، بس هاي الاشياء يعني تعطيني اندفاع انه اروح الزاويه نفسها يعني. الحمد لله الفريقين قدموا مباراه ممتازه للدقيقه 120 في اهداف فيها متعه، انحسمت بضربات ترجيح وهي ضربات حظ مثل ما قلت، وبالبركه حق نادي الرفاع وحظ اوفر حق النجمه. لو نتكلم كابتن عن مباراة الرفاع والنجمة، أتوقع كانت مباراة مثيرة في بدايتها ولكن انتهت بركلات الحظ الترجيحي وابتسمة للرفاع، هل كنت تتوقع هذا المستوى الفني لهذه المباراة؟ مثل ما قلت بداية الكلام أن مباراة الكؤوس ممكن تصير فيها أي شيء، أي حدث، ممكن تكون فريق درجة ثانية يفوز على فريق بالدرجة الأولى، فريق متأخر في سلم ترتيب ممكن يفوز على فريق متقدم في سلم ترتيب. النتيجة وأحداث المباراة أعتقد كانت توحي أن نادي الرفاع ممكن أنه كان يخسر النتيجة هذه لولا أنه رجع في الرمق الأخير. يعني النجم يمكن طلع بمستوى مميز هذه المباراة، يعني وقف ند لنادي الرفاع، فنتيجة الضربات الحظ الترجيحية ما تكون عادلة في أحيان أنه ممكن الفريق الأفضل مستوى ممكن أنه يخسر المباراة، لكن قدر نادي الرفاع انه يعود في هذه المباراه. واعتقد حمد الدوسري كحارس مميز في ضربات صد ضربه الترجيح، واللي كان حاسم في اوقات ضربه الترجيح، فنادي الرفاع يعني كان قاب قوسين او ادنى من خروج، لكن يعني كان في انقاذ في الرمق الاخير. ممكن تشوفوا احنا هذه اللقطات، خروج خاطئ من حارس نادي النجمه كلف الفريق التعادل، لكن نقول مبروك لنادي الرفاع وحظ اوفر لنادي النجمه، وهذا حال مباريات الكؤوس. بالضبط، يعني عمل كبير قاعد يقوم فيه كابتن الفريق سلمان شريده، رجع الفريق الى الطريق الصحيح. صحيح، يعني قبل التعاقد مع كابتن سلمان كان وضع نادي الرفاع جدا يعني متازم، كان تقريبا قبل الاخير في سلم الترتيب. يعني خير ما فعل او فعلت اداره نادي الرفاع ان تعاقدت مع الكابتن سلمان شريده، انه هو خبير في 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 شؤون الكره البحرينيه وكيفيه التعامل مع اللاعب البحريني نفسيا وفنيا، فقدر انه هو يتعامل مع هذه الامور وهذه الظروف، ويقدر انه ينتشل نادي الرفاع من مراكز متاخره انه يعود الى 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 وضع الطبيعي. بالضبط، الحين لو نتكلم عن المواجهات القادمه، طبعا نتابع بان المحرق ويا الاتحاد، الاهلي ضد الرفاع، المنامه، الحد، المالكيه، الشباب. ايش رايك في هالدور؟ اعتقد اذا نتكلم عن المباراه الاولى بين المحرق والاتحاد، يمكن المحرق هو كفته ارجح، الاتحاد في دوري الدرجه الثانيه، لكن تبقى المباراه صعبه. ممكن نادي المحرق ويسهلها على نفسه او يصعب على نفسه، لكن المحرق على الورق هو المرشح. المحرق هو المرشح بالفوز على الاتحاد. نعم. وعندنا الاهلي والرفاع. مباراه صعبه. يمكن الرفاع اليوم عانى امام نادي النجمه وراح يعاني امام نادي الاهلي، لان الفريقين في الدرجه الاولى. الاهلي ليس بالخصم السهل، ويقدر ممكن انه يحرج من الرفاع، فاعتقد ان الكفه متساويه حق الفريقين. المنامه والحد ايضا كفه متساويه للفريقين. الحد انه في الفوز الاخير على نادي الرفاع الشرقي كانت تعطي دفعه معنويه، ممكن نصلح من اخطائه. بصمات كابتن عيسى سعدون بدات تظهر على اداء نادي الحد. لكن نادي المنامه، يعني ما يميز نادي المنامه في السنوات الاخيره هي النوعيه في التعاقد مع اللاعبين المحترفين بالذات في خط المقدمه. فمميزين نادي المنامه في هذه الشغله. لكن تبقى المباراه للفريقين صعبه، واعتقد كيف متساويه ايضا للفريقين. حلو، اخر مباراه المالكيه والشباب. لا، المالكية اعتقد المالكية في خط صاعدي، المالكية كون لها شخصية، كون لها هوية. فعلا هم يعني الفريق اللي يمكن الوحيد اللي ما زال محتفظ بهويته، بحكم انهم نادي ينتمي لمنطقة معينة.
محتفظ بهويته. هذه اللي خلى نادي المالكية انه يطلع بشكل مميز جدا. الاستقرار الجهاز الفني مع كابتن احمد صالح، معظم لاعبينه من القريه نفسهم. فانت ترشح المالكية على الشباب. حلو جميل، احنا نشكرك كابتن على تواجدك معنا، شكرا جزيلا لك، ونشوفك في لقاءات اخرى ان شاء الله. انا شاكر لكم، وان شاء الله الله يوفق الجميع ان شاء الله. شكرا لك كابتن.